يمكن الحلقة دي هتلاحظوا ان الناس اللي اتكلمت فيها اتكلمت بطرق مختلفة، يعني كل واحد رتب الابراج وذكر ابراج غير التانية. يعني هي حلقة لما تبصوا عليها كده عند اكتر من حد هتحسوا ان فيها لغط كبير، عشان كده ما كانش ينفع ان انا احضر للحلقة دي او اشتغل عليها يوم او 2 او اسبوع، انا اشتغلت عليها من اكتر من 8 شهور عشان تطلع بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها بيها دي. اولا احنا معانا كل النساء من ال 12 لحد الزعيمة الاولى مع ذكر الاسباب كمان، يعني مش اكثر النساء فقط. تاني حاجة، كل انثى بالنسبة المئوية يعني توقعها واحساسها وحدسها صادق بنسبة كام في المية، يعني دقة ما بعدها دقة عشان كل انثى تعرف موقعها فين بالظبط في موضوع زي بتاع النهاردة. اهلا بيكم، برحب بيكم كده سريعا، وبقول الجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك واضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان اشعارات الحلقه ما تفوتش عليكم. محمد ابو زيد ده اسم قناتنا على اليوتيوب، ونفس الاسم على الفيسبوك، الرابط دي متثبته في اول تعليق مع الانستجرام، وعندنا حلقه لايف بس مباشر على الانستجرام، انضموا لنا عشان كمان نتشارك ونتفاعل اكتر. الرابط دي كلها في وصف الفيديو واول تعليق، ودوسوا لايك. الحلقه دي من الحلقات المهمه والفعاله في حياتنا اليومية. وسريعا برضو بشكر زميلتنا وصديقتنا النشيطة جدا المتفاعلة شذا على الفيديو الجميل اللي هي عملته لي ونزلته على قناتها، وكمان يعني الكلام بيجيب بعضه. بشكر سارة العراقية برضو اللي كانت عملت فيديو زي ده قبل كده، وبشكركم بشكل عام على تفاعلكم الجميل ده. توقعوا، هي حلقة بقى توقع من الدرجة الأولى، اثبتوا كده لينا وللآخرين اللي في التعليقات. يعني النساء اللي هتيجي في القمة هتلاحظوا في حاجة، النساء اللي هتيجي في القمة في حلقة النهاردة هي أكتر نساء في حلقات التوقع في القناة بتتوقع صح. الناس اللي بتعلق كتير أنا بكون عارف أبراجها وعارف معلومات كتير عنها، بس أنا مش هقول أبراجهم في البداية كده عشان محرقش الحلقة وبوظ التسلسل اللي هنمشي بيه. في المركز ال 12 هي الثورية، أنثى برج الطور، إحساسها يصل ل 65%، لا يزيد عن تلك النسبة. عندها ملكة وعندها ملكات كتير قوي، بس إحساسها بالأشياء وإن هو يكون صائب ومدى توقعها ومدى صحته مش عالي قوي، فوق المتوسط. وخلي بالكم 65% يعني نسبة مش قليلة، بس هي الثورية ما بتشغلش بالها قوي يعني ببكرة فيه أو باللي جاي فيه، أو عندها ثقة زيادة في نفسها بتخليها ما تخافش قوي وما تعملش حساب قوي للحاجة المجهولة اللي جاية، فما بتشغلش بالها بيها. أعلى منها في المركز ال 11 زعيمة العصابة، أنثى برج الأسد، البرنسس، النسبة بتاعتها بتصل ل 70%، أيضا نسبة مش قليلة، ولكن مقارنة بنساء الأبراج بتيجي معانا في المركز ال 11 سريعة البديهة، عندها سرعة بديهة قوية جدا، ولكن برضو إحقاقا للحق رغم تميزها في صفات لا تعد ولا تحصى، بس هي مش زي نساء القمة في حلقة النهاردة. نوصل كده للمركز العاشر وناخد أنثى أعلى شوية، لما نلتقي بالمرأة الحديدية نسبتها بتصل ل 80%، فارق كبير قوي بينها وبين البرنسس أنثى برج الأسد. أيوة، أنثى برج الجدي تستطيع ان هي تتوقع، وكثيرا ما تشعر الانثى دي ان هي في نفسها او عندها الملكة دي بنسبة عالية، بس تعالي قارن نفسك ببقية نساء الابراج هتجدي ان انت صحيح النسبة عندك عالية، بس في من هو اعلى منك، زي انثى برج القوس اللي بتيجي في المركز التاسع اعلى منك ب5 درجات كاملة عشان تصل ل 85%، نسبة قوية جدا وكبيرة جدا. وانثى برج القوس من الاناث اللي كثيرا ما يصدق احساسها وتوقعها. على فكرة ممكن حد يقول ان الحلقة دي فيها شبه شوية من الابراج اللي هي اكثر روحانيات، دي حقيقة، بس لما هنتكلم عن الاناث يعني في بعض الاختلاف البسيط، وفي بعض الاناث ترتيبها هيتغير شوية ونسبتها المئوية هتعلى او تقل شوية على حسب، وهنشرح الكلام ده واحنا بنتكلم. اعلى منها في المركز الثامن ونخش في الجد اكتر واكتر، الحملوية، الفارسة العنيدة، انثى برج الحمل الناري، بتصل نسبتها ل 88%، واحدة من الاناث القوية في الموضوع ده، ولكن القوي
في أقوى منه. زي دلوقتي ما هنتعرف على الأنثى اللي في المركز السابع، بديكم فرصة إن أنتوا تكتبوا كل أنثى إحساسها بنفسها كده، تكتب لنا ممكن تيجي في المركز الكام، وأنثى أذكى شوية كالعادة يا جماعة تتوقع مين ممكن يكون معانا متصدرة الترتيب في حلقة النهاردة. لازم نخاف طبعا لما نخش في التسعينات نصل ل91%، دي نسبة رهيبة. الجوزائية حاضرة وبقوة في حلقة زي حلقة النهاردة. في المركز السابع ذكائها الشديد وسرعة بديهتها ليهم دور قوي، إضافة إن هي أنثى تستطيع الإحساس بالأشياء وتوقع صائب في أغلب أو في كثير من الأحيان، ممكن اللي حواليها يدهشوا من الدقة بتاعتها دي، 91%. ولكن الدلوية اللي بتحجز لنفسها مركز أعلى متقدم أكتر وأكتر وخاف أكتر وأكتر، ورغم بساطتها وسلاستها هي قوية جدا في حاجة زي كده، وصلت ل93% حجزا نفسها المركز السادس من غير أي مضايقات أو ضغط من أي إناث أخرى. وخلوني برضو أنبه سريعا على صفحتنا على الفيسبوك عشان النصب اللي بيحصل، أنا ماليش غير صفحة واحدة غير محمد أبو زيد، غير كده نصب واحتيار، رجاء محدش يتابع الصفحات دي. نعلى بقى ونخش في الجد أكتر وأكتر، يلا بينا. من أحد الأشياء اللي ممكن تخليك تخاف قوي من أنثى برج العقرب إن هي أنثى فاهمة، وفاهمة زي ما احنا بنقول زيادة عن اللزوم. أنثى برج العقرب بتحجز لنفسها المركز الخامس، مركز متقدم جدا بنسبة مرتفعة جدا تصل ل94%. العقروبة من الإناث اللي يخضك ويفزعك توقعها وإحساسها بالأشياء، الطبيعة المائية قايلة كلمتها في حلقة النهاردة. نعلى أكتر، نصل للمركز الرابع ونلتقي بأنثى مائية أخرى خطيرة جدا في الموضوع ده، رغم بساطتها وسلاستها ولكن حذاري لا تخدع، 95% هي نسبة أنثى برج الحوت اللي بتيجي في المركز الرابع. أعلى منها في المركز الثالث العسل، أنثى برج الميزان، 96%. يا نهار أبيض، دي داهية من الدواهي، دي قوية جدا في حاجة زي كده، هي نفسها ممكن تتخض من نفسها، فما بالك المحيطين بها أو اللي بيتعاملوا معها. إذا كانت الميزانية أصلا بتحس زي ما احنا بنقول كده، بتقول أنا فيا شيء لله، عشان كده هي من الإناس اللي تقول لك إحساسي ما يكذبش، ودائما ما تمشي ورا إحساسها، زيها بالظبط زي أنثى برج السرطان سندريلا نساء الأبراج اللي بتيجي في المركز الثاني، بتصل نسبتها وبترتفع النسبة ل97%، نسبة ضخمة مخيفة جدا. السرطونة، عشان كده دايما السرطونة من أشد النساء تفكيرا في الماضي والحاضر والمستقبل، وتوقعها صائب وقوي، وتلاقيها تخاف قوي وممكن تحزن لأنها بتحس بالخطر قبل ما يقرب عليها. بينما متصدرة نساء الأبراج حد يتوقعها العذراوية، صراحة أنثى برج العذراء تتصدر وتتزعم نساء الأبراج في حلقة النهاردة، منفردة بالمركز الأول بضغط شديد من أنثى برج السرطان وأنثى برج الميزان عليها وأنثى برج الحوت. التلات إناث دول بيضغطوا عليها بقوة، ولكن بتنجح هي في انتزاع المركز الأول منهم بنسبة مهولة جدا تصل ل98%. العذراء داهية، دماغ شغالة 72 ساعة في الـ24 ساعة، وإحساسها في أغلب الأحيان، في أغلب مش في كثير الأحيان، بيكون صائب جدا ومخيف جدا. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، واللي نسي يدعم الحلقة دي بلايك يا ريت يدعمها بلايك. وعندنا كمان ساعتين أو ساعة يعني في الرينج ده لايف على الانستجرام، وبعده بساعة هيبقى كمان لايف على الفيسبوك، هنتكلم في مواضيع اكتر. مش عارف الناس اللي عندها فيسبوك وعندها انستجرام ما بتتابعنيش ليه على المواقع التانية دي، بنعمل حلقات اكتر وبنقدم معلومات اكتر واكتر وبنقرب من بعض اكتر واكتر. عامة اللي يحب ان هو يشترك، الرابط دي في اول تعليق وصف الفيديو، وهتوحشوني على ما نلتقي في اللايف بقى. يلا مع السلامة.